خلال الساعات القليلة الماضية حاول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أن هو يقدم أوراق اعتماد جديدة لدى الدول الغربية، بحيث أن هو بيقنع دول أوروبا وأعضاء حلف شمال الأطلسي أن هو قادر على تحقيق ثمة انتصار خلال 2024، وبالتالي مطلوب أن كنتوا تدعمونا بس دعم عسكري ودعم مادي وإحنا هنقوم بالباقي. حاول أن يفعل ذلك إلا أن حظه طين. النتيجة روسيا وجهت ضربات غير عادية في العمق الأوكراني، لدرجة أن هي علمت رئيس أوكرانيا العفة، وفي ذات الوقت قامت بتصفية كل قيادات المخابرات الأوكرانية والقيادات العسكرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. خلال الحلقات اللي فاتت كشفنا لحضراتكم الستار إزاي أن روسيا حققت انتصار غير عادي في مواجهة كل أعضاء حلف شمال الأطلسي الممثلين في قلب الدولة الأوكرانية. انتصرت عليهم بشكل ساحق جدا، إلى درجة أن الوضع استمر على ما هو عليه بقاله تقريبا أكتر من سنة ونص. بيحاول فلاديمير زيلانسكي رئيس أوكرانيا أن هو يقدم أوراق اعتماد جديدة مع بداية العام الجديد اللي هو 2024، من خلال أن هو يحقق بقدر الإمكان أي نوع من الانتصار في أي ضربة خاطفة. هو ده اللي قام بيه، إلى درجة أن القوات الأوكرانية قامت بالهجوم على مدينة بلجرود الروسية. الهجوم ده أدى لسقوط 24 شخص وإصابة 111 روسي. ضربة خاطفة جدا أم بيها بشكل غير عادي. طبعا حضراتكم أو بعض الناس هتتصور أن أوكرانيا محققة انتصار خلاص، ده ضربة في قلب الأراضي الروسية، المسألة تعتبر انتهت، أنت بتتكلموا في إيه، ما فيش داعي أنكم تتحللوا. بس اهدوا شوية. رقم واحد، على المستوى العسكري أنت تقول أن ده انتصار أو أي نوع من الانتصارات سميها كما تشاء، في حالة واحدة فقط لا غير، أن يكون كل السوابق محقق فيها انتصارات، إنما ديت عبارة عن ضربة خاطفة. الضربة الخاطفة ديت عبارة عن إيه؟ نوع مثلا زي حرب الاستنزاف كده في أعقاب الوكسة والنكسة بتاعت هزيمة 67 في مواجهة الدولة المصرية. القوات المسلحة المصرية حاولت أن هي تقوم بحرب استنزاف ضد العدو الإسرائيلي من سنة 68 أو 69 تقريبا لحد سنة 73، نوع من حرب الاستنزاف على أساس أن هم يحققوا نوع من الانتصارات ويجس أرض العدو. طيب، ثم حدث طبعا انتصار 73. بالنسبة للجانب الأوكراني، أوكرانيا بتواجه خسائر فادحة جدا، ومش أوكرانيا لوحديها، ده أكتر من 55 دولة، أكتر من 55 دولة بيدعموا الجانب الأوكراني طوال السنتين اللي فاتوا. النتيجة هزائم متتالية بشكل غير عادي للجانب النيتاوي بتاع أوكرانيا. ثم بقي الوضع على ما هو عليه من أكتر من سنة ونص، إن ما عادش فيه أي نوع من الانتصارات في الجانب الأوكراني. النتيجة توقف الغرب عن الدعم، توقفت أوروبا عن الدعم، تم اتخاذ قرارات بأن خلاص ليس في الإمكان أبدع وأبعد مما كان وأفضل مما كان. ثم حاليا بيمهدوا الساحة دلوقتي في سبيل أن هم يجروا مفاوضات ما بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي صدرت التعليمات الغربية، يا عم فلاديمير زيلانسكي حاول تحقق أي نوع من الانتصارات الله يخليك، عشان احنا لما بنبدأ نتفاوض يبقى انت موقفك يكون كويس جدا، لأنك انت لو ما تفاوضتش هيبقى وقعتك سودة وهنتخلى عنك، النتيجة روسيا هتفترسك، يبقى انت تسمع الكلام وانت مربع ايديك بشكل كويس. كل اللي احنا نقدر نعمله لك ان احنا نحاول ندعمك لحد ما انت تحاول تعمل اي نوع من الضربات الخاطفة اللي تتحقق فيها ثمة انتصار. هو ده اللي بيعمله فلاديمير زيلانسكي، ضربات النهاية او الضربات ما قبل النزاعات الاخيرة. طبعا روسيا ما عدتش المسألة ديت سليمة وهادية. الضربة الخاطفة الاوكرانية اللي حصلت منذ ساعات قليلة اعقبها ان روسيا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، واتهمت روسيا الجانب الأوكراني بارتكاب عمل إرهابي متعمد وباستخدام ذخائر عنقودية لضرب بلجرود.
طبعا انا عاوز اقول لحضراتكم من حق اوكرانيا ان هي تضرب، مش من حق روسيا ان هي تعترض، لان روسيا نجحت في ان هي توجه ضربات في مواجهة البنية التحتية وفي مواجهة الناس المدنيين حتى كمان في قلب اوكرانيا، وده حقها الطبيعي بالمناسبة. فانت ما تجيش وتخلي مجلس الامن الدولي يعقد جلسة طارئة على اساس انك انت تقول اوكرانيا صفاتها ونعاتها، لان دي حرب مستباح فيها كل حاجة، لان الدول الغربية استباحت كل حاجة اساسا ضد الجانب الروسي. فانت زعلان من ايه؟ لكن روسيا بتحاول تستثمر اللي حصل لصالحها بشكل قوي جدا بحيث تعلم الجانب الاوكراني العفة. في قلب مجلس الامن الدولي السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبنزيا قال ان هو هجوم اعمى ومتعمد ضد هدف مدني، متهما اوكرانيا باستهداف مركز رياضي وحلبة للتزلج على الجليد وجامعة. ويعني طبعا الكلام ده عادي خالص، ما انت عملت اكتر من كده دشليون مرة، وبرضو ده حق روسيا. ومن ثم الجانب ده مش هيجيب او مش هياكل عيش مع الجانب الغربي، هو كل ما هنالك ان روسيا بتحاول تعمل لمسة اكتاف للجانب الغربي، ان زي ما انتوا عملتوا فينا احنا بقى بنعمل فيكم. ثم توعدت روسيا بعدها بالرد على الهجوم بتاع بالجرود، وقالت ان المسألة مش هتمر مرور الكرام. الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا حملت مسؤولية الهجوم لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإن ده مش بإس من أوكرانيا، يعني ده مش بوازع وبتحرك من أوكرانيا، إنما ده بدعم وتحرك من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ليه؟ للأسباب السابق ذكرها، لأن هم بيعدوا العدة حاليا أن هم يجروا مفاوضات مع روسيا عشان يفضوها سيرة من الحرب الروسية الأوكرانية، لأن الكل خسر كتير جدا إلا الجانب الروسي، وبالتالي الدول النيتوية خسرت كتير قوي، لكن كان يهمهم أن هم يحققوا ثمة انتصار. أي نوع من الانتصارات مش قضية، هم عاوزين يحفظوا ماء الوجه فقط لا غير. بعدها بساعات قليلة بعد الهجوم بتاع بالجرود ده، إيه اللي حصل؟ وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات الروسية ضربت مراكز صنع القرار ومواقع عسكرية في مدينة خاركوف الأوكرانية ردا على الهجوم الإرهابي اللي شنه الجيش الأوكراني على بالجرود. وقالت الدفاع الروسية في بيان ليها أن تم توجيه ضربة صاروخية عالية الدقة استهدفت فندق قصر خاركوف، وقد تم تصفية ممثلي جهاز الاستخبارات والقوات المسلحة الأوكرانية اللي شاركوا في التخطيط ده للهجوم الإرهابي على بلجرود وتنفيذه. كل القيادات العسكرية والاستخباراتية اللي شاركت في الهجوم ده تم تصفيتهم وتم قتلهم في الضربة الروسية اللي حصلت. وأضاف البيان الروسي أن الفندق اللي تم توجيه ضربة له كان بيتاوي وبيحتضن حوالي 201 مرتزق أجنبي كان بيتم التخطيط لاستخدامهم في غارات إرهابية على المناطق الروسية المتخمة للحدود الأوكرانية. وحسب البيان الروسي فإن هجوما بصواريخ عالية الدقة على مبنى جهاز الأمن الأوكراني في مقاطعة خاركوف ونقطة الانتشار المؤقتة للتنظيم القومي اللي هو القطاع الأيمن أدى لمقتل ممثلي قيادة جهاز أمن الدولة والمرتزقة الأجانب ومسلحي وحدة كراكن الذين شاركوا بشكل مباشر في التحضير لأعمال تخريبية على الأراضي الروسية. طبعا كان يهم روسيا أن هي توجه الضربة الخاطفة بشكل سريع للغاية على أساس أن هي تثبت أن لا يمكن أن نار روسيا تبرد إلا بعد الانتقام من كل الذين تورطوا في هذا الهجوم. وفي ذات الوقت القيادات المخابراتية والقيادات العسكرية اللي شاركت في الهجوم ده لقوا مصرعهم. الحرب في أوكرانيا، روسيا تتعهد بأن الهجوم على بلجرود لن يمر دون عقاب. بوتين أبلغ بالهجوم على بلجرود ومجلس الأمن يجتمع لمناقشته. قصف روسي يستهدف أوكرانيا وارتفاع حصيلة قتلى بلجرود. ردا على هجوم استهدف بلجرود ضربات روسية على أوكرانيا، وزارة الدفاع الروسية أصبنا مراكز صنع القرار في خاركوف ردا على هجوم بلجرود. مجلس الأمن الدولي يجتمع بعد ضربة بلجرود وروسيا تتهم بريطانيا وأمريكا. 24 قتيلا في بلجرود وحاكم المقاطعة نزلوا للملاجئ. طبعا ممر الساعات على الضربة بتاعت بلجرود ديت، وطبعا روسيا انتقمت بشكل كبير جدا في مواجهة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكل دول الناتو.